هو الحاج زين العطار الله يرحمه قبل ما يموت كان زعلان منك ليه؟ لا ده كان فاهمني غلط. انت عارف الرايق عمره ما زعل حد. زين العطار كان فاهمك غلط؟ ما توزن كلامك يا فتحي. لا ما اقصدش، بس انت عارف كويس ان ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال في حالهم، وانت عارف انا ابن حلال من صفي. ولاد الحرام دخلوا بيني وبين الحاج الزين، انا قلت اسيبه يومين يروق وبعدها ارجع ابوس راسه واستسمحه، انما القدر لم يمهلني. الوقت دخل سابق معايا وكسب الماتش، فوت الموضوع ده يا زكريا. الحاج زين فات الدنيا كلها. افوت ايه؟ انت مش عايز نفهم ايه اللي بيحصل حواليا ولا ايه؟ الموضوع خلصان ومتقفل وفي المخازن، هنفتحه ليه ونعك نفسنا تراب؟ وان كان على البوس اللي حبوسها على راس الحاج اهي. طيب انا استاذن انا بقى والمسامح كريم، وانت ابو الكرم. سلامات. شرفت يا فتحي. ايوه يا حرب. وانت مش ناوي تاكل كلام السكك؟ انا قلت ارجع عليك مت وعفنت وزرقيت. بس صدق لون ازرق يبقى حلو عليك؟ مفيش منك برباط. بقول لك ايه؟ انا قررت ارسم لك على وشك ابتسامه شبه ابتسامه الجوكر اللي في باتمان، وهو بكده بقى وصلتك للعالميه، وتفضل الابتسامه على وشك على طول. اهي الكحه دي علامه الرضا. معلش يا فوفو ما تزعلش مني، ارد بس على التليفون. ايوه يا بابا. مروان انت ايه علاقتك بابن اخو زين العطار اللي اتاخد من المستشفى؟ مروان اوعى تكون عملت حاجه من غير ما تقولي. لو عرفت انك انت ليك علاقه بالموضوع ده هزعل. انت عارف بابا لما يزعل زعل وحش قد ايه. عارف عارفه. معلش يا فوفو هنأجل الابتسامة شوية. إياك تبتسم لحد ما أرجع. هزعل بجد هزعل. الحمامة ماتت. عم سميح عم سميح يا عم سميح. إيه يا ابني؟ إيه في إيه في إيه؟ مالك فهمني. الحمامة ماتت يا عبيدة. حسن بريء وعم حمزه بريء. يعني ايه؟ فهمني قصه الحمامه الميته دي ايه؟ عبيده مش وقته غباء، ركز. انا جبت الحمامه واكلتها من القمح بتاع عم حمزه، ما حصلهاش حاجه. وانا راجع المطبخ لقيت حمامه بتاكل من شوال غريب في وسط الشويله. اول ما اكلت من القمح الحمامه ماتت. خدت من القمح ده ورحت اكلت الحمامه دي، اول ما اكلت منه برضه ماتت. بص انا مش مترجم حاجه دلوقتي، بس كل اللي عايز اعمله اروح اخرج حسن وامير. يعني حسن وامير هاخدوا بقى؟ ايوه يا عم. اوعى يا عم سميح. عم سميح عامل لك مفاجاه، هتضرب لي بعديها تعظيم سلام. ايه المأمورية اتلغت ولا ايه؟ بص بصراحه انا مقلق، بس اكيد مش هي دي المفاجاه يعني. خمن تاني. بقول لك ايه، انجز وقول من الاخر. الاجازه اللي بعد المأمورية، الغردقه، اوتيل 5 ستار، طيرانك، حريمك، دلعك. عندي واحد صاحبي هناك مظبط لي اوفر ابن لذينه. هي دي المفاجاه؟ ده انا قلت ترقينا ولا حاجه يا عم. لا احنا هنروح نستجم والترقيه تجينا على هناك. بقول لك ايه، انا ماليش في الكلام ده، انا راجل بتاع شغلي يا عم. ايه يا عم اكرم، ما تفك كيسك يا عم، انت بتقبض شويه يا ابني. انا راجل محترم. بعدين انت شبهه جنائيه، وانت ناسي حاجه مهمه كمان. انا يوم الجمعه الجايه راح اخطب، اروح اقول لها ايه بقى؟ بتفسح في الغردقه؟ طب بص يا سيدي، انت تقرا فاتحه يوم الخميس واحنا بعديها نروح نقضي يومين في الغردقه. ها مش هسيبك. ماشي. يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاثنين ممكن نخرج من هنا نروح، مش كده؟ لا مش كده.
لأنه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاتنين مع بعض أنا مش عايز أروح معاك. اسمع جيل، احنا هنعرف بعض من زمان قوي، مش لسه هنعرف بعض دلوقتي، عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الآخر. للآخر؟ ماشي. بص يا حبيبي، دي التورتاية يا سليم اللي احنا بناكلها بعد كل عملية، نصها بيروح لزين العطار والربع بيروح لهاشم، وأنا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الأخراني من التورتة. وطبعاً الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجة ساعة هاشم معاه الربع حقه. واحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد، ماشي الكلام، لكن انا بقى مش مستريح وعايز ابقى زي هاشم. ماشي، يعني انت يا جلال عايز حته زياده؟ لا يا حبيبي، عايز الربع، الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. الف سلامه عليك يا جلال. وعليك حبيبي. انت شكلك كده في اليومين اللي انا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي، عشان كده بقى أنا هديلك وصفة من عندي هتستريح عليها خالص. الورقة دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شوية مية وتشرب منها 3 مرات على الريق، مش هتبقى كويس وهتفارقنا، وتستريح وتريح. مش يمكن أنت اللي تريح؟ حبل المشنقة مش بعيد تسليم، طرفه في ايد حضرتي، لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمه الجديده وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، تعبتني هشد الحبل غصب عني. وانت تعز عليا، ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان، مش كده يا سليم؟ مشكله يا ريس ان الموبايل ده مقفول بقاله فتره، وبالتالي مش ده المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. برضه تبعت رجالتنا لنفس المكان، ومش بس كده، ما تسيبش حته حوالين المكان الا لما يكون في حد من رجالتنا بيسال فيها. في ايه يا حربي؟ انت خبت ولا ايه؟ دختي فوق. فارس عملتوا فيه ايه؟ لسه مش عارفين نوصل له يا ريس، بس ما تقلقش يا ريس، احنا جبنا العنوان صاحب العربيه وهنجيبه. برضه مش بقول لك انت خبت. ايه مالك؟ مالك؟ في ايه؟ طب ايه؟ ايه يا عليا؟ ايه دي؟ ايه يا علي؟ مالك؟ تعالي هنا بصي لي. في ايه؟ اتكلمي. عليا خد يا حبيب عمتك حتتين الذهب دول، تروح تتصرف فيهم وهات رجاله جداد كده على كيفك، وتروح على القصر توضب وتروقوا عشان فرحك على بنتي. عايشه؟ عايشه؟ عايشه كيف يعني؟ يعني ايه عايشه كيف يعني؟ يعني كده؟ اياكش فاكر اني كنت هديك رجيه وتقعدوا تحبوا في بعض وتستجوا علي؟ لا يا حبيبي، انا ما احبش ابدا صبعي يكون تحت ضرس حد. عمتك تحب تكون شوكه في حلق اللي قدامها، يعني يوم ما تفكر تكح تخنقك وتموت. وبعدين ما انت خابر، رجية صغيرة وعيشة هي الكبيرة، يقولوا ايه الخلق علي؟ يقولوا جوزت الصغيرة قبل الكبيرة. لا ما ينفعش. قل لي، هنجروا فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يا عبودي؟ تفضل عمي. لبسه. شكرا يا زكريا، طمني. قربنا نوصل للي خطفه ياسمين، وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي، هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين. المهم بس أنا مش عايزك تنزل العملية دي لوحدك.